حودي. ما ينفعش كده، ما ينفعش ندب الظرف، ما تفرش كده. محمد الراوي، محمد الراوي، فينا ندب الظرف، ندب الظرف، ندب الظرف. عصام جابر صغير. عصام جابر. عصام جابر صغير. جدا جدا السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت الصندوق الاجتماعي للتنمية ضخ هنا في هنا حوالي 250 مليون جنيه ما بين بنية أساسية، ما بين مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية. احنا بنتكلم ان اجمالي ضخ من 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 منذ انشاء الصندوق وحتى النهارده، يعني احنا بنتكلم في حوالي مليار ونص. فاحنا لما بنتكلم على 250 مليون كلهم نزلوا في سنه واحده، ده معناها انه في يعني اسراع في عمليه الاقراض واسراع في عمليه تحسين البنيه الاساسيه وتحسين وضع المواطن اللي موجود هنا، ويعني تحسين في الشبكات وشبكات الصرف والميه وغيرها من المدخلات اللي عملها الصندوق الاجتماعي في الفتره الاخرانيه. الحقيقه بنتكلم على طول، يعني على طول في اي نقول فرصه من الفرص التمويليه اللي بيلاقيها سياده المحافظ بيكلمني على طول، وفي العديد من الموضوعات اللي هيكون فيها تعاون اعتقد انتم حاضرينها، يعني معظمها سواء موضوعات زراعيه موضوعات ثروه حيوانيه، هيكون في يعني تركيز على كل المشروعات القوميه وكيفيه دمج الشباب في المشروعات القوميه، وده هو اهتمام سياده المحافظ من الاساس. سمعت مساج عايز اصور. ايوه ايه اخبارك؟ عبد الله جمعه مبارك. برافو عليك يا عصام حسين ابراهيم. مزات يعني مش داخل بالي الواحد سيلفي. البلد مخلوق. مجدي ميخائيل سيدهم. محمد فاروق عبد اللطيف. منصور عزازي سيد. حلو السيلفي.